نعم مول بالك واسع يا خي. والله شكي بيه. ها؟ والله شكي بيه. ده كل يوم كله عندك شوية. ده كل يوم. ده سيسلو عرف عندك. ده سيسلو عرف عندك الفوزو كان جيل خدي. هتاخذ نائب كبير ما تشتري تكلمني. زي بعضه. هتاخذ 10,000 من دول على كده. انت ولدك دي ايه؟ كل واحد 10 روح الله يبارك لك ونقسموا في كل هناك العشرينات مع بعض ولدك دي بس حبيبي خلي الحله دي حد في لسه في ثاني كثير لا اوزن 20 كيلو 20 كيلو 10,000 تمام عشان تبقى انت هتبقى في الدوش بتودي لبنتك بخير اصل البنت وده بالك واسع يا خي. نعم مول بالك واسع يا خي. والله شكي بيه. ها؟ والله شكي كل يوم كل عندك شوية. ده كل يوم. ده سيسلو عرف عندك الفلوس كان جيل خدي. تفضل تفضل. لما تجي بنتي عم شوقي الصح الصح لما تجي بنتي يا ابو السحلة لما تجي بالتعسة يا ابوي انا ما خلي بالك سنها كبير خليها معك انت حتى في الشرع دي طالع معدة في سنها عدى عند غير رشيدة يعني ايوه لما تجي بالتعسة فلوسك في الحفظ والصوم ده ليها كيف تصلي؟ نتعرفوا مع بعض لما نتعرف مع بعض تكتشف حاجات قدامنا. الفلوس
قاعد اتكلم من اقدر اقول له يا عبد الله؟ لا صاحب عبد الله لان هي تستلم عليا